وابقى في نفس الموضوع مع المهندس علي عيسى رئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين اللي هو كان حاضر النهارده الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطبعا كان موجود الدكتور محمد معيط وزير الماليه، السيد القصير وزير الزراعه والاصلاح الاراضي، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصريه، وعدد يعني مسؤولين في البنك المركزي. اولا باشمهندس علي مساء الخير. اولا مساء الخير يا دكتور عمرو، وشكرا على الاستضافه في هذا الحدث الكبير اللي حصل النهارده في مجلس الوزراء. حضرتك بتسميه حدث كبير، اشرح لنا ليه حدث كبير. الحقيقة من ساعة ما البنك المركزي أعلن إيقاف المبادرات الإنتاجية وخصوصا مبادرات الصناعة والزراعة، وكان هناك لغط كبير في المجتمع الإنتاجي في مصر، إزاي هنستمر؟ أنا سمعت ضيفيك الكريمين وطبعا اللي قبل كده وقالوا كله كلام صحيح ومحترم، انما احنا كنا بنقول قبل ما ندور في الوقت الحالي على استثمارات جديده يجب ان نعمل على افاقه الاستثمارات الموجوده اللي من الممكن انها تتاثر وتغلق ابوابها. وده كان الغرض الاساسي خصوصا في التحديات الكبيره اللي مصر شافتها خلال الفتره الماضيه لأسباب داخلية وخارجية، الاثنين، مفيش أسباب خارجية بس ولا داخلية بس، للأسباب جميعها. فكان هناك تحدي كبير للقواعد الإنتاجية في مصر في الاستمرار. فإحنا كان عندنا دايما في جمعية رجال الأعمال المصريين بنقول يا جماعة إحنا عايزين المصانع اللي شغالة، الشركات الزراعية اللي شغالة تستمر شغالة في ظل هذا التقلب الشديد في الاقتصاد اللي موجود في مصر. وبناء عليه احنا بقالنا اكثر من يوم ما المبادرة دي توقفت بتاع البنك المركزي ونحن على صلة، وعملنا عدة اجتماعات مع دولة رئيس الوزراء اولا، واخدنا منه موافقة مبدئية على بحث هذا الموضوع، وعملنا عدة اجتماعات مع الوزراء المعنيين وعلى رأسهم طبعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، لأن هو اللي هيفتح الخزائن وهو اللي هيدفع في حالة أن المالية هي اللي هتقوم بهذا الدور، والمهندس أحمد سمير والسيد دي القصير وزير الزراعة، ومعنا الإخوة من اتحاد الصناعات والجمعيات المتخصصة. النهاردة كنا قاعدين القاعدة النهائية اللي عرضنا على دولة رئيس الوزراء ما تم الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات الماضية، ان هذه المبادرة اللي طرحتها وزارة المالية تحل محل المبادرة اللي كان البنك المركزي عاملها، وببعض التعديلات الخفيفة وبعض الشروط الجديدة. اول حاجة انا سمحت الدكتور عبد المنعم بيقول على الفائدة. هو بيقول انه ال 11% مرتفعة شوية. طبعا هو ال 11% مرتفعة شوية، انما كلنا نتذكر ان البداية بتاعة مبادرة البنك كانت 5% ولا 8%، باين كانت ب 8%. ايام ما كان الكوريدور ب 11.25%. ايوه. فكان الدعم من البنك المركزي في حدود ال 3%، يعني 3 وشوية. وبعدين ابتدى الكوريدور يزيد بقى شويه بشويه، فازداد الدعم بشده، وبناء عليه البنك المركزي كمان تخرج من هذه المبادره. فاحنا القطاع التصنيعي والقطاع الانتاجي هو اللي ادى المبادره بقى للحكومه وقال لهم ان احنا على استعداد ان احنا نقبل 11% كفائده مدعمة، إنما تكون ثابتة، لأن كان الكلام إن يبقى الفايدة كل ما تتحرك تختلف فايدة المبادرة. فاحنا يعني 11% دلوقتي يا باشمهندس علي هتبقى ثابتة طوال مدة المبادرة. ده نمرة واحد. مدة المبادرة 5 سنين مش كده؟ ومدة المبادرة 5 سنوات. تمام. لو زاد الكوريدور
برضو ال 11% لو قال لك كوريدور هيفضل 11% 11% زي ما هي، وتبتدي ثقة لرأس المال العامل انه عنده حاجة ثابتة هيشتغل عليها ويحصل. طيب دلوقتي رئيس الوزراء بيقول 150 مليار جنيه، ده حجم المبادرة. ممكن يعني كده نقول للسادة المشاهدين مين اللي هيستفيد من هذه المبادرة؟ اي قطاع، اي يعني اي قطاعات؟ طبعا القطاع العنوان العريض هو الصناعة والزراعة، بس أيوة. بس مين بقى من داخل هذه القطاعات؟ طيب انا هقول لسيادتك بالظبط. المبادرة الاولى بتاعت البنك المركزي كانت ابتدت بمبلغ 100 مليار استخدام 100 مليار جنيه استخدام سنويا، انتهت ب 340 مليار جنيه، فزادت بشدة خلال هذه الفترة. وزارة المالية لأنها عندها موازنة محددة، وكان دولة رئيس الوزراء اقترح رقم أن المالية تحطه كدعم لهذه المبادرة، ولما اشتغلنا عليه هذا الرقم تضاعف. أنا مش عايز أقول الرقم لأن ده شغل وزارة المالية، إنما الرقم اللي كان اقترح في الأول بالمبادرة اللي طلعت بالطريقة الجديدة دي الرقم ده تضاعف، وهو رقم معقول جدا إن وزارة المالية تحطه لدعم هذه المبادرة. الحاجة بقى اللي قالناها إن وزارة المالية قالت أنا هحط 140 مليار جنيه في المبادرة، وزودناهم 10 مليار عشان شراء السلع الرأسمالية اللي هو المكن والآلات والحاجات دي اللي هي طويلة الأجل. اللي هيستفيد اللي هم معظم كل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة برضو هتستفيد، إنما تحط حد أعلى للاستفادة بهذه المبادرة. قد إيه يا باشمهندس؟ 75 مليون جنيه سنويا للشركة كحد أقصى. يعني إيه؟ يعني أنا كشركة بشتغل في 5 مليون باخد ال 5 مليون، ب 10 باخد ال 10، وهكذا. لو انا عندي حدود 875 مليون اقدر استفيد بيهم في المبادره. طيب لو انا شركه عملاقه واكثر من كده، علشان يستفيد اكبر عدد من الشركات اللي هي بتشغل العماله الكثيفه، فهتحدى الحد الأقصى ده علشان تستطيع وزارة المالية الوفاء بجميع الطلبات. مفهوم. طيب يعني واحنا برضو بنتكلم في موضوع الصناعة والزراعة وكيف يمكن لهذين القطاعين انهم ينهضوا بالاقتصاد الوطني، يمكن وانا بحضر لهذه الحلقة قعدت اقرا شوية في ما يتعلق بالملابس الجاهزة اللي احنا عندنا كمصر ميزه نسبيه فيها الملابس الجاهزه. اكتشفت ان احنا بنصدر بحوالي مليار ونصف مليار، يعني مليار و500 الف مليون دولار سنويا ملابس جاهزه. هل هذا الرقم صحيح؟ في حدود ال 2 مليار. في حدود ال 2 مليار. جميل جدا. بس انا لما جيت يعني ادور كده في المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع على نطاق دول متميزة في هذا المجال، لقيت الصين بتصدر يعني صناعة وتصدير 171 مليار دولار في السنة تقريبا، دي رقم واحد. رقم اثنين تركيا 150 مليار. رقم ثلاثة إيطاليا 80 مليار. رقم أربعة فيتنام مش عارف كم مليار بالضبط. رقم خمسة الهند 20 مليار. رقم أربعة بنجلاديش 25 مليار. رقم خمسة الهند 20 مليار. طيب أنا ما أكدبش على حضرتك، أنا يعني من كم يوم يعني كنت في أحد المراكز التجارية وشايف ملابس جاهزة في فرع من أفرع البراندات العالمية، مش هقول اسمه، لقيت كمية ملابس من بنجلاديش. بنجلاديش يمكن انا متابع شويه المسائل القضايا الدوليه،
يعني بلد صديق وشقيق وكل حاجة، بس عنده عدم استقرار سياسي، في عدم استقرار سياسي في بنجلاديش، وكل شوية تحصل أزمات سياسية و إلى آخره، ومع ذلك تستطيع هذه الدولة اللي هي الفقيرة أنها تصدر ب 25 مليار دولار ملابس جاهزة. طيب هل إحنا في يوم من الأيام يعني سنصل إلى لهذه النسبة أو قريبة من هذه النسبة؟ وبالتأكيد عندنا المقومات، لكن ما الذي يمنعنا أن احنا نبقى في تصدير الملابس الجاهزة اللي زي ما قلت لحضرتك أن احنا عندنا ميزة نسبية فيها أن احنا نصل إلى يعني على الأقل لبنجلاديش أو الهند 20 مليار؟ ده سؤال يعني الحقيقة سؤال هام جدا، إنما خلينا نتكلم في واقع الأحوال. احنا عندنا ميزة نسبية في العمالة، عندنا ميزة نسبية في المكان، في تواجد مصر في وسط الثلاث قارات وقناة السويس وهكذا. إنما الملابس الجاهزة مش حاجة منفردة في مصر. احنا بنقول إن الإنتاج في مصر بيواجه مشاكل كثيرة جدا، ومن ضمن الإنتاج الملابس الجاهزة بيواجه كثيرا من الصعوبات، بيواجه كثيرا من البيروقراطية، وتكلمنا فيه مرات كثيرة مع المسؤولين. والحقيقة كان عندنا النهاردة رئيس هيئة الاستثمار الجديد، واتكلمنا فيه مع في جمعية رجال الأعمال، واتكلمنا في هذه المشاكل الكثيرة، من ضمنها الأراضي، من ضمنها التصاريح، من ضمنها الرسوم الكبيرة، وعدم استقرار التشريعات، وعدم استقرار السياسات الضريبية، وحاجات كتيرة جدا. ودي اللي بتخلي ان مصر حتى الان بتصدر ب 30 مليار، مع البلاد اللي سيادتك ذكرتها بدل بتصدر بمئات المليارات من الدولارات. انما خليني اقول في حته بنجلاديش والهند بالذات والصين، الثلاث بلاد دول ثلاث بلاد منفردين في حاجه اساسيه. معظم الملابس الان الجاهزه اللي بتتصدر وبتتعامل بيها في العالم اللي هي الملابس الكاجوال، اللي هي جايه من القطن قصير التيله، اللي بتنتجه بنجلاديش، صحيح، وبتنتجه الهند وبتنتجه الصين. صحيح. الثلاث دول دولي اكبر دول منتجه لهذه لهذا النوع من الاقطار. فعليهم احنا بنستورد القطن قصير التيله علشان نصنعه غاز وعلشان نعمله ملابس جاهزه، او بنستورد الغاز من الخارج اللي طالع من اقطار قصيره التيله عشان، فبيبقى اغلى طبعا من بنجلاديش ومن الهند ومن الصين. فدول لهم ميزه نسبيه. الميزه النسبيه الثانيه بتاعتهم اللي هم العماله، والعماله ارخص، رخيصه طبعا، رخيصه طبعا، اللي احنا بنشاركهم في هذا الموضوع نسبيا. انما العماله هناك تدربت وبتاع، انما هناك استثمارات هائله من كل دول العالم في الثلاث دول دولي في الملابس الجاهزه. علشان انا جبت سيره، يعني اشرت الى موضوع الملابس الجاهزه كمثال فقط، يعني عشان كده انا قلت لسيادتك ان الانتاج كله بيواجه مجموعه من المشاكل بنحاول نحلها حاليا. هل تعتقد وحضرتك رئيس جمعيه يعني رجال الاعمال المصريه انه خلاص الوقت الان حان ودقت ساعه الحقيقه زي ما بيقولوا لاحداث ثورة تشريعية، ثورة إجرائية، القضاء على الروتين، القضاء على البيروقراطية، فتح المجال أمام التصنيع بجد؟ خليني أقول لسيادتك أنا رجل مش متفائل بطبعي، وأنا رجل واقعي بشدة، والجمعية عندنا جمعية متحفظة دائما، وآرائها في معظم الأحوال بتبقى آراء واقعية وبتقول الواقع. نعم. احنا لأول مرة بنجد في الفترة الحالية، انا ما بقولش السنة اللي فاتت، في الفترة الحالية يعني في الشهر شهرين ثلاثة اللي فاتوا، ان هناك توجه كبير، انهم هناك محاولات جادة انهم يحسنوا مناخ الاستثمار عموما في مصر ويسهلوا الانتاج. من ضمن هذه ما كان اليوم الاجتماع اليوم مع دولة رئيس الوزراء والموافقة،
وانا حتى سالت وانا قاعد سؤال وامتى هتطبق، لان احنا استعملنا حتى مثال ان احنا في غرفه الانعاش ولازم ان احنا نستمر علشان نعيش. فقال ان هتعرض على مجلس الوزراء الاسبوع اول اجتماع الاسبوع القادم، وفور ما المجلس الوزراء يقرها هيتم العمل بيها. فده جميل. حاجه بوزيتيف جدا كويس جدا ايجابي ومؤشر ايجابي اللي كويس. حصل النهارده في الدولار اللي سيادتك بتقول عدم اليقين، لا بالعكس احنا شايفين ان اللي حصل النهارده هيبقى يقين قريبا ان هيحصل استقرار لاسعار الدولار. لو حصل استقرار لاسعار العمله الاجنبيه وما بقاش فيه سوق سوداء للمتاجره في العمله الاجنبيه، ده هيدي اطمئنان للمستثمر الخارجي اللي احنا بقى نبتدي ندور عليه لما يحصل الكلام ده، انه يجي ويستثمر ويضخ استثماراته في مصر. فنحن على الطريق الصحيح، نرجو ان احنا نستمر فيه دلوقتي. وما سمعناه من رئيس هيئه الاستثمار الحقيقه، وهو رجل يعني عنده فكر مستنير ازاي يتغلب على العوائق البيروقراطيه اللي هي بتسبب مشاكل كبيره جدا جميل. في مجال الانتاج. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس علي عيسى رئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين. شكرا يا فندم.